ألف ألف مبروك الدوري رقم 41 في عرين النادي الأهلي. خلال موسم كامل الحقيقة استطاع النادي الأهلي أن يعود عودة تاريخية للدوري العام المصري. الكل خلال موسم بالكامل التريق وكل اتكلم بكلام الحقيقة لا يصح أن هو يتكلموا بيه على النادي الأهلي، ولكن في النهاية عودة البطل وعودة النادي الأهلي، هذه العودة التاريخية. ألف 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 مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، هذه العودة التاريخية الكبيرة جدا 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 جدا. الحقيقة هذا الموسم مرت أمور كثيرة وأمور صعبة جدا على النادي الأهلي خلال هذا الموسم، ولكن يبقى دائما جمهور النادي الأهلي، تبقى لاعبة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي، ويبقى مجلس إدارة النادي الأهلي دائما هم في قمة كل شيء. جمهور النادي الأهلي وقف مع لاعبته ومع جهازه ومع جمهور ومع جهازه الفني حتى الدقائق الأخيرة وحتى الثواني الأخيرة، وبالفعل استطاع النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة التاريخية، البطولة رقم 41. البطولة لم تنتهي، البطولة باقي فيها ماتش أو باقي فيها مباراة لسه هنتكلم عنها يوم الحد القادم. خدنا الدوري، ولكن يوم الحد القادم بقية الدوري، يوم الحد القادم بالنسبة لنا كأهلوية هو بقية الدوري، وإحنا دايما بنختم الدوري وإن شاء الله نفرح جمهور النادي الأهلي بالمباراة التاريخية اللي حصلت النهاردة وإن شاء الله يوم الحد القادم. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي، ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مبروك لكباتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن محمد حشيش، كابتن أحمد بلال، الحقيقة اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، وفرحة عارمة وفرحة كبيرة جدا جدا. طبيعي إن النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة، ولكن اللي حصل خلال هذا الموسم أشياء كثيرة جدا هنتكلم عنها بقى طوال الأيام القادمة، ولكن بعد مباراة يوم الحد القادم. مباراة يوم الحد القادم استكمال الدوري العام المصري. الدوري بالفعل خده النادي الأهلي، ولكن دائما النادي الأهلي لا يفكر إلا في نهاية الدوري، ونهاية خاصة جدا، وفرحة أعضاء النادي الأهلي وفرحة جمهور النادي الأهلي إن شاء الله هتبقى يوم الحد القادم. مع حضراتكم طبعا على جانب الشاشة فرحة أعضاء النادي الأهلي وجمهوره في أحد فروع النادي الأهلي، الحقيقة أنا مش عارف فرع الجزيرة، طبعا مقر الجزيرة مقر مهم جدا، والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين فرحة عارمة لكل جمهور النادي الأهلي. الحقيقة أول حاجة عايز أتكلم